بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج اوتوكاد 2008 بورتيبل. البرنامج ده فكرته ببساطة ان انا دلوقتي عايز اشتغل على الاوتوكاد بس الجهاز مش بتاعي، فمش كل شوية اتسطب عليه. انا دلوقتي مثلا في كافي نت فما اقدرش اسطب، الاي تي قافل السي فمش قادر اسطبه، فده بيبقى مجرد ايقونة بدوس عليها البرنامج بيشتغل عادي، ما بحسش بيها فرق بينه وبين البرنامج العادي. زي ما انتم شايفين مجرد بس دبل كليك اشتغل الاوتوكاد، هقول له ران نكست خلاص تجد كل قائمة وكل حاجة، ما تحسش ان في اي حاجة ناقصة خالص. وتبدأ تشتغل عليه. اخوكم عمرو سليم.